Hi, good evening, everyone. Thank you for joining. We have Wahid online with us from Tunisia, and we also have Hani online as well from the World Scout Bureau here in KL. And my name is Linda Rainbow. I'm supporting this process regarding the World Scout Conference and the rules of procedure, and I'm interning with David Berg here at the World Scout Bureau in Kuala Lumpur. I would like to thank everyone for joining us today to learn about the changes that are being proposed in the conference rules of procedure. And Wahid will take us through the presentation, explaining to you the changes in Arabic, and then we'll, after the presentation, we'll do question and answers. And if you can please answer any questions you have either in the chat room in the side where people are saying hello, or down in the question and topic section of broadcast. So welcome everyone, and I'd now like to pass it over to Wahid. Okay. Thank you, Linda. Now I will switch to Arabic language. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala Asif al-Mursaleen. أنا اسمي وحيد العبيدي من منظمة الكشافة التونسية. وطلب مني لكي أيسر هذا اللقاء بخصوص القواعد الإجرائية للمؤتمر الكشفي العالمي 2017. ومعنا في على الخط الدكتور هاني من المكتب الكشفي العالمي، مدير بالمكتب الكشفي العالمي، وهو معنا وسيتدخل لبعض التوضيحات إذا تعذر علي تقديمها. أهلا وسهلا بكل الحضور. إذا نمر مباشرة إلى الشريحة الأولى، وهي تتعلق بموضوع هذه الحصة على هذه التكنولوجيا المتطورة وهي كراود كاست. الموضوع سيتناول القواعد الإجرائية للمؤتمر الكشفي العالمي 2017، ثم النقطة الموالية وهي الاقتراع البريدي، وفي الأخير لنا حصة للأسئلة والأجوبة. Next please. I did go. The next slide, please. Can you see the graphic? Yes, I'm seeing the graphic. So, can you move on to the next slide? We are starting first on the second slide. Okay, excellent. I think we're just having some problems. One sec. بعد مؤتمر سلوفينيا تمت عملية تقييم المؤتمر، وكانت أهم النتائج بالنسبة إلى المنظمات الكشفية المنتمية للمنظمة الكشفية العالمية، وكانت الردود كالآتي: لم نتلقى معلومات بشكل مناسب سلفاً،
يعني هذه آراء الجمعيات المشاركة في مؤتمر سلوفينيا. ثم التقييم الثاني، لم نكن مستعدين بالشكل المناسب يعني لمناقشة مضمون المؤتمر. وثالثا، لم يكن لدينا الوقت الكافي للمناقشة يعني ورقات المؤتمر. Next slide, Linda, please. The number 5 should be on now. Okay. تمت أنا استشارة واسعة لمراجعة التغييرات المقترحة، وهذه الاستشارة ضمت الممارسات الأفضل في المنظمات الدولية الغير الحكومية يعني جمعيات المجتمع المدني، وكذلك الممارسات الأفضل من الجمعيات الكشفية الوطنية، ثم تحليل التحديات الراهنة، ثم ورقة بحثية للتغذية الراجعة أرسلت للجنة الكشفية العالمية ومستشاري الشباب، وكذلك فريق التخطيط المؤتمر الكشفي العالمي وفريق تخطيط الندوة العالمية. Next slide please. ولتعزيز عملية صناعة القرار بالمنظمة العالمية للحركة الكشفية، يعني من كما تشاهدون على الصورة من الأعلى المؤتمر الكشفي العالمي اللي هو أعلى سلطة، ثم إلى 4 عناصر وهي المعطيات العمليات الموجهة والشمولية والقرارات ذات العلاقة ثم الفهم العميق. هذه أهم التغييرات تصب في النهوض بهذه المرتكزات الأربعة لتصل إلى وفود الجمعيات الكشفية العربية الوطنية عفوا، ثم أعضاء المنظمة الكشفية العالمية. وسنتناول بالدرس في الأربع العناصر حسب الشرائح التالية. Next slide please. التغييرات الرئيسية في القواعد الإجرائية لمؤتمر باكو أذربيجان 2017 بخصوص العمليات الموجهة، سيكون آخر موعد لتقديم مشروعات القرارات، وهذا التغيير يعني هو تغيير مهم جدا، 4 أشهر بالنسبة إلى اللجنة الكشفية العالمية و3 أشهر بالنسبة إلى الجمعيات الكشفية الوطنية. آخر موعد لتقديم التعديلات بالنسبة إلى مشاريع القرارات هو الساعة 2 بعد الظهر من ثالث أيام المؤتمر، أي يوم الأربعاء على ما أعتقد 16 أغسطس. يعني كل جمعية بدها ترسل مشروع قرار، فآخر أجل لإرسال مشروع القرار هو 3 أشهر قبل يوم 14 أغسطس. أما بالنسبة إلى اللجنة الكشفية العالمية فآخر أجل هو 4 أشهر. Next slide please. هنا آخر موعد لتقديم مشروع القرارات في المنظمات الدولية الغير حكومية، يعني كفكرة عن المنظمات الدولية الأخرى أو المنظمات الكبرى،
يوم هناك بعض الجمعيات التي تعتمد يوم واحد، هناك بعض الجمعيات التي تعتمد شهر واحد، وهناك بعض الجمعيات التي تعتمد شهر ونصف. بالنسبة إلى آخر موعد تقديم مشروعات القرارات في الجمعيات الكشفية الوطنية، هناك ثلاثة جمعيات تعتمد 7 أيام أو أقل، وهناك 5 جمعيات تعتمد شهر واحد، وهناك 6 جمعيات تعتمد شهر واحد فأكثر. فهذه تقريب فكرة عن الجمعيات الكشفية الوطنية، وكذلك عن بعض الجمعيات الغير الحكومية الأخرى الغير كشفية. Next slide, please. النتائج المترتبة على التقديم المتأخر، يعني هناك تحديات نسبية تواجه الجمعيات الكشفية الوطنية التي لا تتحدث الإنجليزية بطلاقة، يعني إذا كان توصل المقترحات التي تواجه من طرف سواء كان اللجنة الكشفية العالمية أو الجمعيات بالنسبة مثلا إلى المنطقة العربية، فهناك من منا لا يتقن اللغة الإنجليزية بطلاقة، فيصعب عليه أن يتجاوب أو يفهم مفهوم مضمون ذلك تلك الورقة أو المقترح. النقطة الثانية، لا يسمح بإتاحة الوقت الكافي للنقاش في إطار مجموعات العمل الصغيرة. تعرفون أن في المؤتمرات تقع مناقشة الورقات ومشاريع القرارات في نطاق مجموعات صغرى، وبالتالي ما لاحظه عديد الذين وقع استجوابهم هو أن وقت النقاش قصير جدا ولا يفي بالحاجة. النقطة الثالثة، يؤدي إلى خفض معدلات المشاركة في عملية صناعة القرار، يعني بالتالي يصبح من المستحيل بالنسبة إلى بعض الجمعيات المشاركة في صناعة القرار، وذلك بسبب اللغة أو بسبب التقديم المتأخر في مشاريع القرارات. كذلك أخيراً، لا تسمح بإتاحة الوقت الكافي لبحث وفهم النتائج المترتبة من القرارات المقترحة مالياً وعملياً، أي كل قرار يكون له انعكاس مالي أو عملي على الجمعيات الوطنية أو على الحركة الكشفية يصبح غير يصعب فهم هذه النتائج، وبالتالي يمكن التصويت خاطئ بالنسبة إلى القرارات. Next slide please, Linda. بالنسبة إلى العمود الثالث الشمولية، العمل حتى تقع يعني إشراك جميع الحركات المنظمات الكشفية الوطنية، سيقع العمل على ترجمة الوثائق للغات الخمس الرسمية المعمول بها في المنظمة الكشفية العالمية، ألا وهي طبعا إضافة إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية ستكون هناك اللغة الإسبانية، اللغة العربية واللغة الروسية. استخدام التكنولوجيا في التشجيع والتنوير قبل انعقاد المؤتمر الكشفي العالمي، ستستعمل المنظمة الكشفية العالمية بعض من التكنولوجيا لتشجيع المنظمات الكشفية الوطنية للمشاركة والمناقشة وتقديم التوضيحات قبل المؤتمر، قبل انعقاد المؤتمر. Next slide please. القرارات ذات العلاقة، هناك موارد جديدة منها أدلة استرشادية حول القرارات والتعديلات، يعني سيقع نشر بعض الأدلة لاستبيان
توضيح كيفية تعديل القرارات، ثم كذلك معلومات أساسية حول كل مشروع قرار مالي سياسي تاريخي، ومعلومات حول الموارد البشرية. وهذا هذه المعلومات تخص كل مشاريع القرارات. Next slide please. الفهم العميق والمقصود بذلك التعيين والتمكين المبكر للجنة القرارات. يعني في كل مؤتمر عالمي هناك لجنة تسمى Resolution Committee، وهم مجموعة من الخبراء سيقع تعيينهم قبل المؤتمر، ودعمهم وتمكينهم يعني من الخبرة في مسألة التعامل مع مشاريع القرارات وحسن صياغتها وتقديم كل الملاحظات وصيانة اللغة والصياغة. Next slide please. والشيء الجديد هو سيسمح في المستقبل بالقرارات الطارئة، وهي إذا ما طرأ موضوع حرج أو موضوع هام، يمكن لأي جمعية أن تقدم مشروع قرار بعد الأجال الذي وقع التنصيص عليه في البداية، وهو 3 أشهر أو 4 أشهر، وذلك بشروط ربما أكثر جدية، بحد أدنى من 9 جمعيات كشفية وطنية من 3 أقاليم. يعني يجب على مشروع القرار إذا كانت له صبغة استعجالية أو طارئة أن يكون مسنود من 9 جمعيات وطنية كشفية من 3 أقاليم. وآخر موعد لتقديم مثل هذه القرارات، أعتقد أن الترجمة هنا الترجمة لا تفيد الحاجة، والمقصود بالحرجة هي الطارئة أو الاستعجالية. آخر موعد لتقديم القرار هو يوم 16 أغسطس في حدود 2 بعد الظهر. Next slide please. إذن هذه الشريحة تبين لنا التواريخ. يعني هنا بالنسبة إلى مشاريع القرار نرى على الشاشة على الشمال آخر موعد للجمعية الكشفية الوطنية لتقديم مشروع القرارات هو يوم 14 مايو 2017. ثم بالنسبة إلى اللجنة الكشفية العالمية الموعد آخر أجل لتقديم مقترحاتها هو يوم 14 أبريل 2017. ثم آخر موعد لتقديم مقترحات تعديلات دستورية هو يوم 14 فبراير 2017. طبعا التعديلات الدستورية لها تتطلب أكثر وقت حيث الأجال، وليست كمثل كغيرها من القرارات الأخرى. Next slide please. أما بالنسبة إلى آخر موعد لمشروع القرارات الطارئة هو يوم 16 أغسطس، أي اليوم الثالث من المؤتمر بحدود 2 بعد الظهر، يعني أثناء المؤتمر. بالنسبة إلى الفترة المتاحة للمناقشات والحوارات هي من 14 يونيو إلى 16 أغسطس 2017. أما إرسال المشروعات القرارات المقدمة من الجمعيات الكشفية الوطنية العادية فهو 14 يونيو 2017، أي 3 أشهر قبل تاريخ انطلاق المؤتمر، قبل اليوم الأول من مؤتمر باكو ألا وهو 14 أغسطس. Next slide please. الآن بخصوص الاقتراع البريدي، أعتقد أن
كل الجمعيات حاليا توصلت بمشروع القرار والتي وقع ارساله الى المفوضين الدوليين يوم 23/11/2016. وقع ارسال الاستماره للاقتراع البريدي. تم تنظيم جلسات للاجابه على استفسارات الجمعيات الكشفيه الوطنيه اوائل ديسمبر، وهذه احدى الدورات. هناك دعم من الأقاليم الكشفية، وهو دعم مستمر، يعني يمكن للمنظمات الكشفية العربية طلب الدعم من الإقليم العربي مباشرة من طرف مدير الإقليم الدكتور عاطف عبد المجيد أو من سينوبه الدكتور عاطف عبد المجيد. ثم يتم إرسال استمارة الاقتراع إلى العنوان البريدي charlesmg@scout.org. آخر موعد للاقتراع هو يوم 8 يناير 2017. أكرر أنه يقع إرسال الاستمارة التي وصلت عن طريق الإيميل، عن طريق البريد الإلكتروني، إلى كل مفوضين الدوليين للمنظمات الكشفية في العالم. وصلت يوم 23 نوفمبر 2016. فالمطلوب والمرجو من كل جمعية تعبئة الاستمارة والإجابة بمصادق أو غير مصادق. يعني تجدون في الصفحة الثالثة من المنشور، من المنشور رقم 47/2016، موجود في الورقة الأخيرة اسم المنظمة الكشفية العربية، المنظمة الكشفية عفوا، البلد، ثم في خانة نصادق وخانة أخرى لا نصادق. والمطلوب يعني إرسال هذه الاستمارة قبل يوم 8 يناير 2017، قبل يوم 8 جانفي 2017، إلى العنوان المبين، سواء كان بالمنشور الصادر عن المنظمة الكشفية العالمية أو أمامكم في الشاشة. Next slide, please. وقع إعداد هذه المداخلة من طرف الأستاذ ديفيد بيرغ وليندا ريمبو من التنمية، تنمية المؤسسة، المنظمة الكشفية العالمية، المنظمة الكشفية، الترجمة هنا خاطئة شوية، يعني من مؤسسة، من قسم التنمية، التنمية المؤسسية، المنظمة الكشفية العالمية. وشكرا جزيلا. وقعت ترجمة هذه المداخلة من طرف الإقليم العربي، فشكرا إلى الإقليم العربي وشكرا لكم على الاستماع. ملاحظة أخيرة بخصوص التصويت عن طريق البريد، هناك نصاب يجب أن حسب قوانين المنظمة الكشفية العالمية يجب على هذه عملية التصويت لكي تكون قانونية، يجب على الأقل 81 جمعية تصوت عن طريق التصويت الإلكتروني، وإلا لا نبلغ النصاب. فأرجو من كافة الدول العربية المشاركة في التصويت، سواء كانت بالمصادقة أو بعدم المصادقة. شكرا لكم، ونمر الآن مباشرة إلى الأسئلة والأجوبة. Linda, we are done with the presentation, so now we can move on to the questions. Okay, thank you, Wahid. I'll just put you back on screen with your video. May, just to address your question, yes, there is a recording of the session.
that you can view after, because I know you joined a little bit late. So Wahid, I leave it to you if there's some questions in the question and answer section that you would like to address, or if you would like the World Scope Bureau to follow up on any that are listed there. Okay, now I'm seeing on the screen three big questions. One of them, well, two of them are not relevant to this session. I'm not going to address them. However, the third one is relevant. So someone, Mohammed Pendery, is asking about the rules and procedures for the World Scout Conference. So I think I'm going to respond in Arabic. ما هي لائحة المؤتمر الكشفي العالمي؟ اللائحة هي مجموعة قوانين تنظم العمل في المؤتمر، يعني كيفية تسيير المؤتمر. وهذه اللائحة تجدها باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية على موقع الويب بالنسبة للمنظمة الكشفية العالمية. فيمكنكم الاطلاع عليها باللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية. وهي كذلك وجهت إلى كل المفوضين الدوليين بتاريخ 23 نوفمبر 2016 وجهت اللائحة المعدلة. هل هناك بعض الأسئلة من الفضول؟ I was just checking if May had any questions. And if not, then that may wrap up our evening here. So we'll just wait a moment. Linda, do you think Hani can take the floor, or it's easy, or it's not possible? I don't have technology. I don't have him in as a presenter right now. Okay. Anyway, so. Well, so far I don't see any questions. Okay. I don't know. May had a comment. Is there any possibly? But I'm not sure what the rest of the question is. Anyway, so. I think it's, let me just summarize the entire in 1 minute. So I will summarize in 1 minute. So أطلب من إخوتي كل قيادات الحركة المنظمات الكشفية العربية بأن يساهموا في المصادقة أو عدم المصادقة على نظام الإجراءات الجديد بالنسبة إلى المؤتمر الكشفي العالمي القادم رقم 41 الذي سيلتئم إن شاء الله في باكو أذربيجان. موضوع هذه المداخلة هو شكرا للجنة الكشفية العالمية التي نظرت في تقييم مؤتمر سلوفينيا وأخذت بعين الاعتبار ملاحظات الجمعيات الوطنية بخصوص تقييمها إلى المؤتمر، وقدمت بعض التعديلات على نظام الإجراءات، وذلك لتفعيل دور المشاركين في المؤتمر. فالمطلوب من كافة الجمعيات العربية النظر في المراسلة الصادرة عن المكتب الكشفي العالمي بتاريخ يوم 23 نوفمبر 2016
والنظر في التعديلات الجديدة، وأعتقد أنها تعديلات تلبي احتياجات المشاركين وتعالج بعض التحديات التي لاقاها المشاركون في المؤتمرات الكشفية السابقة. فالمرجو منكم دراسة التعديلات وإبداء رأيكم في المصادقة أو عدم المصادقة، وحتى يتم اعتماد هذا التعديل بخصوص نظام الإجراءات يجب على الجمعيات أن نبلغ عدد 81 اقتراع، وإلا لا يمكن أن يعتمد التصويت الإلكتروني بخصوص هذا التعديل. فيمكن إذا لم نبلغ النصاب 81 جمعية، فيمكن للجنة الكشفية العالمية تمديد في أجل التصويت لفترة لاحقة إذا رأت في ذلك ضرورة. فأشجع كل وأطلب كل الجمعيات الكشفية العربية بالاستجابة للمنشور الصادر، منشور 47/2016 الصادر على المنظمة الكشفية العالمية بخصوص تعديل نظام إجراءات المؤتمر الكشفي العالمي. في الأخير أود أن أشكر كل من حضر معنا هذه الحصة عبر هذه التكنولوجيا المتميزة، وأشكر الدكتور ديفيد بيرغ، وأشكر ليندا، وأشكر الإقليم العربي على ترجمته لهذه المداخلة، وأشكر كذلك الدكتور هاني عبد الوهاب على دعمه على مساعدته في هذه الحصة. So, Linda, I think we are done. I did a short summary on the substance of this Q&A session, and I made an appeal for all the NSOs in order to vote through the ballot. And I made it clear for everyone that the deadline is January 8th, yes. January 8th, and the quorum is 81 NSOs and 81 answer or response. Thank you so much, and Perfect. Thank you so much, Linda, for your help. Thank you to David, and thank you to the World Scout Bureau for the great job. Yeah, wonderful. Well, thank you very much, everyone, for joining, and special thanks to Wahid for sharing with us the presentation this evening. So if you have any questions, I did put a note in the comments that you can send questions to resolutions@scout.org, and we will be happy to address them for you. So once again, thank you, and have a great evening, everyone. Thank you. Assalamu alaikum.